خلينا نروح للباحثة السياسية ومحللة في الشأن الخارجي هديل عويس. مساء الخير على حضرتك، تحدثينا من واشنطن. يعني المنطقة والعالم والمؤسسات الدولية تحذر من مغبة هذه العملية العسكرية للاحتلال في رفح الفلسطينية. هل وصلت هذه الرسائل إلى إسرائيل، وإلى أي مدى يعي الداخل الإسرائيلي خطورة هذا الاجتياح البري لرفح؟ نعم، شكرا لك على الاستضافة. طبعا حتى الولايات المتحدة الحليف والشريك الأبرز لإسرائيل اليوم تحذر من عملية رفح، وإدارة جو بايدن أبدت رفضها وقلقها من هذه العملية لما لها من تداعيات، أولا إنسانية على الشعب في غزة، على المدنيين في غزة، وأيضا تقلق واشنطن من تداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي، على الجيش الإسرائيلي. تعتقد واشنطن أنه سيكون هناك قتل كثر من الجيش الإسرائيلي في مثل هذه العملية، وبالتالي تخشى واشنطن من أن تصطدم إسرائيل بفشل عسكري كبير من جراء هذه العملية. وبالتالي هناك فعلا إدراك لخطورة هذه العملية، ناهيك عن أن اليوم ارتدادات الاحتجاجات والرفض لهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عموما وصلت هنا إلى الداخل الأمريكي، إلى الشارع الأمريكي. نرى يوميا احتجاجات كبيرة يتسع نطاقها في الجامعات الأمريكية، وبالتالي نعم هناك قلق واسع النطاق اليوم من الداخل الإسرائيلي. بالحديث عن الشارع الأمريكي أستاذة هديل، بالحديث عن الشارع الأمريكي، هل ترى تغيير قوي في الموقف الأمريكي، حتى وإن كنا نتحدث على مستوى الشارع الأمريكي، من القضية الفلسطينية وبالتحديد من الاجتياح البري لرفح؟ ربما في هذه الجولة من المعارك والصراع الفلسطيني الإسرائيلي رأينا أكثر من أي وقت مضى ارتدادات ما يحدث في الشرق الأوسط على الشارع الأمريكي. رأينا احتجاجات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، تحديدا من فئة الشباب ترفض السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل وتطالب جو بايدن بتغييرها. رأينا أيضا هذا ينعكس في الانتخابات المحلية في بعض الولايات، مثلا ولاية ميشيغان التي تنتشر فيها جالية عربية ومسلمة كبيرة، أرسلت رسائل تحذير لجو بايدن تطلب منه تغيير سياسته تجاه إسرائيل. وبالتالي يعني أعتقد هناك وصول غير مسبوق للصوت الفلسطيني إلى الشارع الأمريكي اليوم. وكيف يعني تقرأي الموقف المصري لمحاولات الوصول إلى هدنة، ويعني المفاوضات المستمرة للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في هذا الوقت الحرج؟ طبعا الدور المصري هو دور محوري واساسي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وما يحدث اليوم في غزه، ومصر اليوم هي شريك اساسي. تراه الولايات المتحده سيلعب الدور الابرز في امكانيه التوصل الى هدنه لعده اسباب. طبعا كون مصر هي من احد اهم شركاء الولايات المتحده في منطقه الشرق الاوسط، هي يعني على الحدود مع غزه وتتاثر ايضا بشكل كبير فيما يحدث بغزة، وأيضا لثقل مصر الخارجي والسياسي والاستراتيجي في المنطقة. لذلك يعني قطعا سيكون هناك دور محوري لمصر في التوصل إلى هدنة، وربما أيضا يفتح الباب لدور مصري أكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. والحديث الدولي اليوم عن أهمية الاعتراف بحكومة فلسطينية ودولة فلسطينية، ولكن مع إجراء تغييرات في الحكومة الحالية. يعني وإن كنا نتحدث عن أي مكتسبات لما حدث في 7 أكتوبر، فهو الحديث عن مسألة إعادة طرح القضية الفلسطينية عالميا مرة أخرى. اليوم في واشنطن يعني بعد أن غابت فعلا أي دعوات للحديث عن إقامة دولة فلسطينية، وكان التوجه أكثر نحو إقامة المزيد من اتفاقيات السلام والتقارب بين الدول العربية وإسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية، فعلا عاد إلى الساحة الأمريكية والغربية الأوروبية الحديث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية والتركيز على لب المشكلة. لب المشكلة هي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وليس صراع بين
أي دولة عربية أخرى وإسرائيل، لأن هناك يعني الكثير من الدول العربية التي ليست في حالة صراع مع الجانب الإسرائيلي، وكل المشكلات والقلاقل التي تحدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي تحدث في الشارع الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أنه نعم التركيز اليوم سيتجه إلى الشارع الفلسطيني وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من المنظار الفلسطيني وليس غيره. انقسام داخلي إسرائيلي حول عملية الاجتياح البري لرفح، برأيك أي كفة يعني ستربح هنا، ولأي مدى الموقف الدولي سيؤثر على القرار الإسرائيلي؟ يعني من الواضح أن نتنياهو لا يأبه كثيرا بالقرار الدولي، حتى القرار الأمريكي، يعني مع أن الولايات المتحدة هي شريك وحليف داعم أساسي لإسرائيل، نتنياهو أخذ الكثير من الخطوات في هذه الحرب التي هي عكس وضد ما اقترحته الإدارة الأمريكية، وهو أيضا أصلا تحت ضغط هائل من ناحية حكومته، هي حكومة يمين متطرف، والمؤيدين والناخبين لهذه الحكومة هم اليمين الإسرائيلي الذي يصر على ضرورة إبادة حماس بشكل كلي بعد ما حدث من هجمات في 7 من أكتوبر، ولكن من ناحية أخرى هو أيضا تحت ضغط شعبي كبير، قطاع واسع من الشعب الإسرائيلي اليوم يولي أهمية وأولوية لاستعادة كل الأسرى المدنيين الموجودين لدى حماس، يريدون تهدئة أكبر، لا يريدون أن تزيد تداعيات هذه الحرب من ثقل همومهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية داخل إسرائيل. وبالتالي هو فعلا تحت ضغط هائل، وربما يعني خلال الفترة الأخيرة كلها التي كنا نسمع فيها حديث عن عملية رفح تغيرت آراء الحكومة وتوجهات الحكومة حول ما ستفعله عدة مرات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الباحثة بشؤون الخارجية، شكرا جزيلا هدية العويس كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا على وجودك معنا.